السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم شباب كيف الحال معاكم حسام على في فيديو جديد بما انك دخلت على الفيديو ده فاكيد انت بتدور على المباراه عاوز تشاهدها والمباراه دي مشفره او بتتزاع على قناه انت ما بتقدرش تتفرج عليها او انت عاوز تتفرج على القنوات المشفره القنوات الرياضيه المشفره من بيتك ففتح مخك معايا كده شوية والنهاردة هشرح لك طريقة طريقة حلوة جدا ما تنساش تقولها لاصحابك لو نجحت معاك هتمكن من خلال الطريقة دي سواء كنت من الموبايل فاكيد انت دلوقتي بتبحث من موبايل او انك بتبحث من كمبيوتر فاشرح لك الطريقة دي على الموبايل والكمبيوتر دلوقتي فيا ريت ما تنساش اللايك يا شباب وتشاركوا الفكرة دي مع اصحابكم وتقولوها لاصحابكم لو الفكرة نجحت معاكم اول خطوه انت هشرح اول حاجه على الكمبيوتر وبعدين هنتقل معاكم للشرح على الموبايل ففتح مخك معي شويه وركز هي طريقه سهله جدا بما انك من الكمبيوتر فتاكد اول حاجه انك تكون مثبت برنامج الفي ال سي ميديا بلاير بمعنى باللهجه العامه يعني ان البرنامج ده اللي بيشغل فيديوهات علشان تفهموا يعني في ناس بتكون مبتدئه وما بتفهمش يعني برنامج في ال سي ميديا بلاير البرنامج ده اللي بيشغل فيديوهات فيا ريت انه البرنامج ده تثبتوه اول اول خطوه بعدين تيجي معايا تفتح المتصفح الخاص بيك زي كده تكتب هنا www.svsv2019.tk تيك زي ما شايفين يا شباب www.sv2019.tk بندوس على انتر كل حاجه قدامكم دلوقتي هوريكم ازاي هشغل قنوات وتقدر تتفرج على المباراة يا معلم هنا بيصلك اشعار دوس على سماح او منع على زي ما انت عاوز وهنا بيقول لك هتحمل ملف القنوات ملف القنوات اللي انت تحمل دلوقتي هيظهر معك القنوات زي ما انت هتشوفه بس مدة صلاحية الملف ده 24 ساعة يعني انت تفرج على المباراة اللي انت عاوزها وتظبط دنيتك وبعدين لو تاني يوم عاوز تتفرج على المباراة تانية ادخل وحمل ملف تاني يعني هل سرعة الانترنت عندك كبيرة اختر اي, خي... أي خيار يعني لا يؤثر وهنا بيقول لك اي اختر اي خيار وهنا بيقول لك مده صلاحيه الملف 24 ساعه بعد توقف الملف قم بتحميل مره اخرى قل له حسنا اعلم وهنا بيقول لك الخطوه التاليه الرجاء الانتظار قليلا وبعدها تنزل شوي لتحت للزر الاحمر ده تحميل ملف القنوات تدوس عليه بعد ما نوصل الخطوة شباب في ناس بتتوه في الخطوة دي بس مش عارف هي سهلة اصلا كده انت خدك على طول على المركز اللي مرفوع عليه ملف القنوات هو الملف اصلا صغير بتدوس على خيار الداونلود لو انبسطت معاك النفذة المنبسقة دي مش هي ملف التحميل دي دي اعلانات في الاعلان ده وبعديها هنا بيجيب لك خيار ال انا لست برنامج روبوت يتحقق انك شخص يعني مش روبوت وبعديها بده على كونتينيو وبتقفل الاعلان طبعا المنبسق ده وهنا بيقول لك خمس ثواني بس وبعديها دوس على كلمة داونلود دي دوسة واحدة كده لو انبسط معك اعلان اقفله لو بدأ تحميل تمام لو مبدأش دوس دوسة تاني اهو تمام زي ما انتو شايفين يا شباب الملف اتفتح معانا دوس عرض في المجلد أو الملف نزل في الداونلود انا هعمل له نسخ على سطح المكتب علشان تشوفوا كل حاجة قدامكم اهو الملف لصق اهو الملف ده اتحمل معانا اول حاجة يعني الملف مش هيظهر معك بالشكل ده لازم انك تكون مثبت مح... برنامج ال عشان يظهر معك الملف بالشكل ده لو مظهر لو مثبت البرنامج وما ظهرش معك بالشكل ده تدوس الضغط يمين فتح باستخدام وتختار برنامج ال عموما هنفتح الملف على طول هو ده ملف القنوات يا شباب زي ما انتم شايفين فتح معانا البرنامج اهو انا هسحبه بس شوية كده عشان صغره وبدوس على منظور بقائمة التشغيل لو ظهرت معاه قائمة التشغيل دي بالشكل ده لو ظهرت معك بالشكل ده وعاوز تفصلها لوحدها شيل علامة الصح هنا تلقاها اتفصلت معاك اها تقدر تشد على الجيم بتاعها عشان القنوات تظهر معك كده وهنا الفيديو اللي بيشتغل بتاع القناة. هنا شباب معانا قنوات بي ان سبورت 1 ماكس اهي القنوات. وهنا معانا بي ان سبورت اتش دي وي اخرى لقنوات بي ان سبورت. انتم شايفين قناة بي ان سبورت 1 ماكس اهي شغالة تمام. نشوف القناة الثانية بي ان سبورت ماكس تو. اهي زي ما انتم شايفين يا شباب القناه الثانيه شغاله زي ما انتم شايفين وهنا بي ان سبورت 1 اتش دي كل القنوات معاك شغاله كبير وكمان زي ما انتم شايفين كلمه الاتش دي دي اه دي بيشغل معاك بجوده الاتش دي في احيانا لما بتحمل من الموقع بتلقى اه نفس الجمله دي بس بدل الاتش دي اس دي دي اللي عنده نت ضعيف يقدر يختارها وبتشتغل معاه بدون تقطيع زي ما انتم شايفين يا شباب ها كل القنوات كل القنوات شغاله معانا انت المباراة اللي عاوز تشوفها بتذاع على اي قناة ادخل على القناة اللي انت عاوزها وبعدين تعمل كده يا معلم تكبير وتتفرج براحتك فاظن كده الشرح تمام على الكمبيوتر لو خ... لو وقف معك الملف ده هو مدة صلاحية الملف 48 ساعة تدخل على الموقع وتحمل ملف تاني تاني يوم فخلينا ننتقل على شرح على الموبايل لو حد عاوز يشغل قنوات على الموبايل الخاص بيه وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو فتحت معاكم التلفون دلوقتي وهوريكم ازاي انكم تقدروا تشغلوا بنفس الطريقة على الموبايل الخاص بيكم. اول خطوة تفتح متجر بلاي وبتثبت البرنامج اللي هتشوفوه دلوقتي برنامج اسمه اي بي تي في بلاير تكتب هنا في البحث اي بي تي في بلاير بعد ما تكتب اي بي تي في بلاير زي ما شايفينه تاني خيار البرنامج ده يا شباب تعملوا له تثبيت انا ثبتت البرنامج قبل كده وبعد ما تثبت البرنامج تفتح جوجل كروم او المتصفح الموجود عندك فيفضل جوجل كروم افتح جوجل كروم وبعدها طبعا تدخل على نفس الموقع اللي دخلنا عليه على الكمبيوتر اكتب اس في 2019 دوت بعد ما تكتب اس في 2019 دوت بتدوس على دخول هاخدك مباشرة على نفس شكل الموقع ولكن عبر الشكل الخاص بالتليفون بتنزل شوية لتحت بتجاوب على كل الاسئلة يعني عادي جدا زي ما جاوبنا عليهم من خلال الكمبيوتر تختار اي خيارات مش هتفرق بتدوس على الخطوة التالية رجال انتظار قليلا وننزل شوية لتحت شباب بالزر الخاص بمشاركة في واتساب ده لو حبيت تبعت الموقع لاصحابك وتقول لهم الفكرة دي جربها ولو نجحت معاك ابعت الموقع لاصحابك بنفس الطريقة يعني يعني انت دوس على الزر الرسالة الواتساب تختار جهة الاتصال اللي انت عايز تبعت لها عندك وبتدوس على الزر الاخضر الخاص بالارسال ده وبتبعت لهم الموقع يعني لو عجبك وعجبتك الفكرة وتقدر تقول لهم علشان يتفرجوا كمان على المباريات دوس على الزر الاحمر خاص بتحميل ملف القنوات وبتحمله بنفس الطريقة زي ما قلنا على سطح المكتب كل اللي عليك انك تدوس على داونلود الزر الرمادي ده ولو انبسقت معاك اي نافذة منبسقة انت خليك في النافذة دي النافذة اللي موجود فيها اه الموقع ده لو انبسقت معاك نافذة منبسقة اقفلها دوس على انا لست برنامج روبوت ودوس بعديها على كونتينيو وبتنزل شوية لتحت يا شباب نفس الخمس ثواني تستناهم وبتدوس على زر الداونلود بتدوس على داونلود تقفل طبعا زي ما قلنا الاعلانات المنبثقة دي ملهاش اي ستين لازمة بتدوس على داونلود وهيبدا معاك تحميل الملف مباشره مش هياخد وقت كتير اصلا ثواني قليله هكتمل تحميل الملف وبعديها تروح على البرنامج اللي ثبتناه اللي بيفتح الملفات اسمه اي بي تي في بلاير تفتح البرنامج وبتدوس على لود بلاي ليست الزر الموجود في الواجهه الرئيسيه ده وبتدوس على سلكت فايل او اختيار ملف وبتدوس له سماح انه يوصل للملفات وبعدها تختار طبعا ملف الداونلود الدولود لانك محمل الملف افتراض ينزل في الدولود بيظهر معاك الملف وهو تختار الملف وبعدها بيفتح معاك القنوات زي ما شايفين زي ما شفنا على الديسكتوب توب بيفتح معاك القنوات بعديها تقدر تختار القناة اللي انت عايز تتفرج عليها بنفس الطريقة برضو تدوس على القناة وتستنى شوية وبتفتح معك حاول انك تكون قريب على الواي فاي علشان ما يقطعش معك ممكن تلاحظوا تقطيعات في ال... عندي لاني بعيد عن الواي فاي شوية فيا ريت انكم تكونوا قريبين من الواي فاي عشان ما يقطعش معك زي ما انتم شايفين شرحنا الطريقة على الديسكتوب والطريقة على الموبايل اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده لو استفدت ما تنساش تشارك المعلومة مع صحابك علشان يتفرجوا كمان بنفس الطريقة دي دمتم في رعاية الله والى اللقاء